ماشي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نستضيء بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستنير به، وكذا نستضيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستنير بها. فمن الوارد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما مفاده أن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، أن المعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. إذا اعتقدنا اعتقادا صحيحا استلزم ذلك عند العقلاء عملا صحيحا. فما الذي حمل اليهود على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس؟ الذي حملهم على ذلك اعتقادهم إذ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فقالوا سواء علينا أصلحنا أم لم نصلح، أفسدنا أم لم نفسد، فإن النار ستمسنا سبع أيام أو سبعة أيام تلك التي عبدنا فيها العجل. فجرأهم هذا الاعتقاد كما قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، جرأهم على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. وكذلك ما الذي جرأهم على أكل أموال العرب وسبي نسائهم ظلمهم؟ قال تعالى من أهل الكتاب من إن تمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، قائما بالمطالبة ادفع لي الدين ادفع لي الدين. ذلك أي ذلك أو تلك المماطلة بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قالوا ليس علينا اسم إذا قتلنا العرب وظلمناهم وأكلنا أموالهم. فهذا المعتقد الفاسد جرأهم على غش العرب وأكل أموالهم واستحلال دمائهم إلى غير ذلك. وأيضا مما يؤكد هذا أن الله قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. من حامل الغشاش في الميزان والغشاش في الكيل على التطفيف هو قلة يقينهم باليوم الآخر. قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ فإذا يقنوا بالبعث ما طففوا المكاييل ولا طففوا الموازين. فكان لزاما أن تصحح المعتقدات، وكان لزاما أن نذكر بين الحين والحين بالبعث الآخر، وأن من مقاصد البعث الآخر يوم القيامة كما قال تعالى في الكتاب الكريم وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله الكفار جهد أيمانهم مجتهدين في الأيمان، والله 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 أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال تعالى بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فمن مقاصد البعث بيان المختلف فيه، ومن ثم إعطاء الحقوق لأهلها وعقاب المكذب وإثابة الصادق الأمين. هذا من مقاصد البعث الآخر. فكان لزاما بين الحين والحين أن نذكر باليوم الآخر بشيء مما فيه فلا يكاد جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وفيه التذكير باليوم الآخر. فهذا يهون على أهل المصائب مصائبهم، ويهون على المظلومين ما هم فيه من الظلم شيئا ما، أن هناك يوم آخر. وكذلك يبعث على العمل الصالح، على العمل الصالح إذا كنت ترجو ثواب الله سبحانه. ولذا لما جاءت أم حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله
قد علمت منزلة حارثة مني، وإنه قتل معك يوم بدر يا رسول الله. كان عزيزا على أمه وكانت تحبه حبا شديدا. قالت: أخبرني يا رسول الله عن ابني. إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت وما أصنع. فقال: أوهبلت يا أم حارثة؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. هل يتصرب إليها بعد ذلك حزن؟ كلا والله، يفترض أنني إذا علمت. فكان لزاما أن نذكر باليوم الآخر وبشيء مما فيه من الذي يعقد في اليوم الآخر. توقد المحاكم والخصومات، إن استجزنا تسميتها بالمحاكم، فالخصومات تكرر يوم القيامة، ويعطى لكل ذي حق حقه. لزاما أن هذا يكون، فنحن لم نخلق عبثا نفعل ما شئنا، نكفر ما شئنا أو نؤمن ما شئنا، نأكل أموال الناس كما شئنا، ونظلمهم كما شئنا. كلا، بل هناك يقينا قصاص للمظالم بكل أنواعها. وقد قال تعالى في كتاب الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخصومات أيها الإخوة والأخوات ستكرر يوم القيامة بين الناس، سواء بين المسلمين والكفار، أو بين المسلمين وبعضهم البعض، بين الأزواج خصومات، بين الإخوة خصومات، بين الناس خصومات، بين المسلمين والكفار خصومات. سينظر فيها يوم يقوم الناس لرب العالمين، سينظر فيها يوم الأشهاد. قال تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: هذان خصمان. وقال تعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فلا بد من تكرير الخصومات يوم القيامة. فلا تظن يا ابن آدم أيها اللاهي إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرون، ونطحتها الأخرى المستكبرة التي أمدها الله بالقرون. نطحت أختها الجلحاء التي ليس لها قرون، ستأخذ الجلحاء يوم القيامة حقها من المستكبرة عليها التي من الله عليها بالقرون فنطحت بها، ستأخذ الشاة الجلحاء حقها من الشاة القرناء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فأنت قد يكون معك نسبة نجاح، إذا قلنا بنظام الدنيا أخذت درجة 90% من الحسنات، وتجاوزت القنطرة التي هي جسر جهنم على قول، وفي طريقك إلى الجنة كي ترث مقعدا يليق بالمجموع، حينئذ يستوقفك أقوام: قف، أقف لماذا؟ أنا عملت حسنات، صلاتي جيدة، صيامي جيد، حججت، اعتمرت، صمت نافلة بعد فرض، قرأت القرآن كثيرا. لكن لا، قف، هنا شيء آخر، قصاص المظالم. تعال، يأتي كل صاحب حق يطالب بحقه في هذا المكان. بعد تجاوز القنطرة: أنت أكلت مالي، أنت اغتبتني، أنت اعتديت على عرضي، أنت ظلمتني،
أنت أنت، فكل يأخذ منك، كل يأخذ منك بقدر حسناته. إن لم يكن لك حسنات أنت، كل هذا يعطى من رصيدك. إذا لم يكن لك حسنات، انتهت حسناتك، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك فتبوء بالخسران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس، أي حق الإفلاس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. قد ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قالوا من أسباب الفرار انشغال كل شخص بنفسه، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تفر من أخيك، من زوجتك، من ابن عمك، من كل شخص. وقال آخرون: ومن أسباب ذلك أيضا يظن أنه يهرب من قضاء المظالم. زوجتك تأتي التي تحبها في الدنيا وتحبك وتضاجعها وتضاجعك، لكنك ظلمتها، يا رب خذ لي حقي من هذا، مع أنك كنت لها زوجا، لكن كل يظن بحقه يوم القيامة. تجد وأنت لا تتصور يتيما أقبل عليك: يا رب خذ لي حقه، استضعفني وأكل مالي وظلمني وأنا صغير، يا رب خذ لي حقي منه. فتؤخذ الحقوق، كل صاحب حق يأتي يأخذ حقه من الذي ظلمه، كبيرا كان أو صغيرا، ملكا كان أو رئيسا أو وزيرا أو ضابطا، كل سيؤدي الحق حينئذ الذي عليه، وما ربك بظلام للعبيد. فكل سيؤدي الحق، سواء كما أسلفنا كانت الخصومة في الدين أو كانت الخصومة في الدنيا. إذا كانت الخصومة في الدين ففي الباب قول علي رضي الله عنه، أو قول الله تعالى الذي سبق، إنك ما قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي: في نزلت هذه الآية، أنا وحمزة وعبيد بن الحارث، نختصم مع من؟ مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هؤلاء ثلاثة من المسلمين، علي وعبيدة وحمزة، أمام ثلاثة من الكفار المتبارزين يوم بدر: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقد جاء الكفار بضجهم وضجيجهم يوم بدر، وهم ثلاثة أضعاف أهل الإسلام، وجاءوا وقد ملأتهم الحمية الجاهلية وملأهم الكبر، ويريدون استئصال المسلمين، ويريدون أن يسمع بهم العرب فيظلوا يهابونهم: ارجعوا يا جماعة. قيل لهم: يقول نرجع، خلاص العير سلمت، عير أبي سفيان التي جينا من أجلها سلمت، نرجع إلى بلادنا. لكن لا، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، قال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هكذا وعدهم الشيطان وغرهم، قال: أقبلوا استأصلوهم. فخرج عتبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة متكبرين مختالين بسيوفهم وعلى خيولهم، يقولون: يا أصحاب محمد، هل من مبارز؟ فانتدب لهم ثلاثة من الأنصار، وكانت هذه سنة الحروب، يخرج أولا ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، يتم التبارز وبعدها تشتعل المعركة. فخرج شباب من الأنصار، قالوا لهم، أعني أهل الكفر، قالوا لهم: أكفاء كرام، ولكننا نريد أبناء عمومتنا يبارزوننا. فقال النبي: قم يا حمزة، قم يا علي،
قم يا عبيدة. فبدأت المبارزة بين هؤلاء وأولئك، فيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، فريق يقول الله إله واحد وهو حمزة علي عبيدة، والآخر يقول لله شريك في الملك. قالوا هبل، العزة لنا ولا عزة لكم، فريق كافر وفريق مؤمن، سيقضى في هذه الخصومة يوم القيامة. ما الذي قلتموه؟ من المحق من المصيب؟ بدأت المعركة، فانقض حمزة على شيبة بن ربيعة فقتله في الحال، وانقض علي على عتبة بن ربيعة فقتله في الحال، واختلف عبيدا مع الوليد بن عتبة فكل ضرب الآخر ضربة، فانقض علي وحمزة على الوليد فقتلاه. هذه الخصومة مع أنها الحمد لله انتهت بفوز أهل الإسلام، لكن أيضا تكرر الخصومة في الآخرة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، لكن النتيجة مزعجة لأهل الكفر، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار مفصلة، لهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وليس سنة وليس سنتين وليس عشر وليس ألف سنة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، من غم أعيدوا فيها. فالشاهد أن هذه خصومة في الدين ستكرر يوم القيامة، وكل متخاصمين في الدين تكرر بينهم أيضا الخصومة. الناس الذين قاموا الآن يطعنون في الناس ويطعنون في العلماء ويقول العالم فلان مبتدع، العالم فلان ضال، العالم فلان كذا، كل هذه خصومة سيفصل فيها يوم القيامة، سيفصل فيها يوم القيامة. تعالى قلت عن هذا مبتدع، لما مبتدع؟ تسأل، سيسألك ربك، لا تظن أن الكلام يمشي خبط عشواء. كل الفرق تختصم يوم القيامة، فهذه خصومات في الدين وستتم المحاكمة فيها يوم القيامة. مخاصمات الدنيا أيضا أيا كان نوعها ستسأل عنها، عهود أنت عهدت الناس عليها ستسأل، ستسأل عن العهود التي عهدت الناس عليها. وربي يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ويقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول تعالى في كتابه الكريم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم أيمان العهود دخلا بينكم غشا وخديعة بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. فستسأل عن العهد، أي عهد كان ستسأل عنه. عهد في البيوع كالمنتشر الآن، أنت بعت واشتريت واتفقت مع الشخص على أن هذه السلعة على سبيل المثال خلاص أنا اشتريت وأنت بعت السلعة بعشرة قروش واتفقتما وتم البيع، تأتي بعد يوم تجد السلعة ارتفعت، تنقض العهد الأول وترجع إلى العهد الثاني، وترجع عفوا إلى نقض البيع والبيع بثمن آخر، أو تقول لن أبيع بعدما تم البيع. فستسأل عن هذا يوم الدين، ستسأل عن هذا يوم الدين. وقد جاء رجل، أو كان الرسول عليه السلام في سفر ومعه أعرابي له ناقة معه جمل، فاشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل سيركبه إلى المدينة، اشتراه منه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يدفع الثمن، لكن البيع تم، اشتريت بعت تم البيع. أسرع النبي في الرجوع إلى المدينة، وتباطأ الأعرابي، فجاءه الناس يريدون شراء الجمل، ما يعرفون أن الرسول اشتراه. فجاء الرجل يا محمد، فرجع النبي إليه، هل تشتري الجمل أو أبيعه؟ يعني يريد ينشئ سعر جديد للجمل. قال لم أكن اشتريته منك. قال ما اشتريت مني شيئا، من يشهد لك؟ قال الرسول من يشهد، ما أحد رأى النبي ويبيع ويشتري، رآه الله سبحانه وتعالى
راه رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي كل الصحابة تورعوا عن الشهادة. فالعربي قال إذن اتني بمن يشهد لك وأنا تمم لك البيان. فقام خزيمة بن ثابت وشهد لرسول الله أنه اشترى الجمل. فقال له الرسول لما شهدت وأنت لم ترى؟ قال أنا أصدقك في خبر السماء، يعني أنت تقول لي قال الله وأنا أصدقك، فإذا صدقتك في خبر السماء ألا أصدقك في جمل؟ فعدلت شهادته شهادة رجلين. بعد كده أي قضية مالية أي يدعى فيها خزيمة بن ثابت بدلا من الرجلين. فالشاهد أن الأعرابي نقض العهد أو كاد أن ينقض العهد بسبب عدم وجود الشاهد. وفي هذا أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى الذي سمعتم مطلعه لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. إن معاني هذه الآية أن قوما كانوا يتحالفون مع قوم، قبيلة ضعيفة تتحالف مع قبيلة أقوى منها بعض الشيء كي تدافع عنها، فتحالفت وأعطت العهود والمواثيق أن معكم، فتأتي قبيلة أقوى من الثانية فتنقض القبيلة الصغرى العهد وترجع مع القبيلة الكبيرة، ترجع مع القبيلة الكبيرة الكبرى. قال تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أكثر من أمة، تنقض العهد مع الأولى وتتجه مع الثانية. قال تعالى إنما يبلوكم الله به، ساق الله لكم القبيلة الثانية كاختبار هل تثبت على العهد أو لا تثبت. على سبيل المثال ابنتك تخطب والخطوبة تتم، الحمد لله وافقتم على الشخص واتفقتم وآتى لابنتك أحيانا بالشبكة ولم يأتي، المهم اتفقتم فلانة مخطوبة لفلان وكان أتى بالمهر 100,000 جنيه ذهب مثلا على سبيل المثال وإلى آخره. فجاء واحد رجع من الإمارات أو رجع من أوروبا بفلوس كثير وأعجبته البنت ابنتكم، فقال أريد خطبة ابنتكم. تقولون لها خطبت؟ قلت كم أخذتم مهر؟ قلت 100,000 جنيه ذهب. قال أجب لها بمليون. هنا حينئذ تبدأ الهواجس تدخل في ذهن أبو البنت أبي البنت وفي ذهن أمها، ويأتي لأمها بما تريد غوشتين لأمها ذهب وكل شيء. في النهاية الأم تسعى ساعة حديثا وترمي للآخر شبكته التي أتى بها، خذ من نريدك بنتنا من عايزك، وتقبل على الجديدة. فتنقض العهد الأول سواء في البيع، أنت بعت مثلا واشتريت بيتا ب10,000 وجاء واحد يقول للبائع يا عم 10,000 أنا أشتري منك ب30,000، فينقض البائع الأول إنما يبلوكم الله. وهذا كثير جدا في هذه الأزمة التي نمر بها الآن، البائعون يتفقون على السلعة وانتهى خلاص الأمر، أمر البيع انتهى، وبعضهم يأخذ أربونا كل شيء انتهى، والحمد لله يأتي بعد مدة الدولار يرتفع ينخفض، فحينئذ يرجعون في البيع الذي باعوه، يرجعون في البيع الذي باعوه. فهذه ستسأل عنها يوم القيامة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ربك سيسألك عن العهد. وقد فضلنا على الفضيحة التي ستفضحها، النبي قال ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته، يعني عند الدبر موجود علم يرفرف عند دبر الشخص والعياذ بالله، مكتوب على العلم ماذا؟ هذه غدرة فلان ابن فلان، أنت غدرت بفلان، فهذا العلم مكتوب عليه ما تفضح به يوم القيامة أمام الناس. تخيل واحد نقض كذا عهد عند دبره كذا علم يرفرف غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن فلان، غدرت بفلان، غدرت بفلانة، أعلام ترفرف عياذا بالله من الفضيحة يوم الدين. إن العهد كان مسؤولا فستسأل عن العهد، فهو مظلمة. إذا أنت نقضت العهد مع شخص مظلمة للشخص وسيطالبك بها يوم القيامة. وهكذا أي شيء في الدنيا، مظالم العباد
لا بد وأن تتحرى فيها. العهد مع الزوجة عند الزواج، عاهدت الزوجة عهدا واشترطت عليك شروطا، فأنت وافقت على هذه الشروط، وافقت بيديك ووقعت أنك موافق على هذه الشروط، بعد ذلك تنقض العهد أو تؤذيها حتى تتنازل عن الشروط رغما عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. كل مظلمة ستسأل عنها. وقد ألف البخاري وصنف البخاري في تصنيفه الجامع الصحيح للبخاري كتاب سماه كتاب المظالم، كتاب سماه كتاب المظالم. تتخيل أن البخاري يأتي فيه ببعض الأحاديث، أنت لا تتصور دقة نظر هذا الإمام في بيان المظالم التي غفل الناس عنها. فالمظالم الكبرى قد نعرفها كلنا، جلنا مثلا نعرف فلان أكل مال فلان، فلان أخذ أموال الناس يثمرها بعدها أكلها والتهمها وقال لا شيء لك عندي، أنا خسرت، أنا مش عارف إيه، ويكذب الكذب المعهود. فلان مثلا أكل أموال اليتامى ظلما، فلان أكل ميراث أختي، فلان أكل، فلان أكل، كل دي معروفة لدينا. لكن انظر إلى دقة نظر الإمام البخاري وهو يرد حديثا في كتاب المظالم، حديث: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، لازم نجلس في الطرقات، مصالحنا تقضى تكلم فيها. قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، طريق له حق، طريق اللي أنت تمشي أنت فيه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام، غض البصر، كف الأذى، إرشاد الضال. وذكر حقوقا، ذكر حقوقا عليه الصلاة والسلام. فالبخاري يرى أنك إذا لم تؤدي حق الطريق تكون ظلمت العباد. في زماننا صور لحق الطريق أخرى، يعني مثلا أنت ماشي بسرعة جنونية مثلا، أنت ظالم، ظالم للعباد، ترهبني كسائق، تصدم في، تفعل تخويفك لي، ظلم لي سأسألك عنه يوم القيامة. ماشي تزمر بالسيارة تزعج المرة وتزعج الناس، ستسأل عن ذلك يوم القيامة. وقفت في مكان لا يوقف فيه، ضيقت على الناس حقوقهم في المشي، ستسأل عن ذلك يوم القيامة، ستسأل عن ذلك يوم القيامة. أورد هذا الحديث في كتاب المظالم كتدقيق لأن هناك مظالم سنسأل عنها يوم القيامة. أورد حديثا آخر في كتاب المظالم، هي أمور أنتم قد لا تلتفتوا إليها، لكن علماؤنا الأولون كانوا دقيقين فيه. حديث في الوليمة، أن رجلا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم رابع أربعة: تعال أدعوك للطعام يا رسول الله. فذهب النبي مع الثلاثة رابع أربعة، فإذا برجل تبعهم خامس. فلما وصل الرسول إلى بيت الرجل المضيف قال: هذا تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. قال: بل أذنت له يا رسول الله. نعم، لهذه المسألة فقه، إذا كان رب البيت كريما وعنده ساعة ويفرح بقدوم القادمين لك أن تدعو كما قال الرسول: قوموا إلى بيت أبي طلحة. لكن إذا كان رجلا ضيق الحال ومجهز الأكل على قدر ثلاثة وأربعة، وأنت دعوت ثلاثة وأربعة، جاء معه بثلاثة آخرين، هذا ظلم. أورد في الباب في كتاب المظالم حديثا قد تتعجبون منه، وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رأيتني اليوم وأتاني رجلان فناودت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر، يعني أعطي السواك للأكبر، أعطي السواك للأكبر. فإذا أعطيت السواك للأصغر فقد ظلمت، ظلمت الأكبر. وفي الباب أن الرجلين أتى النبي صلى الله عليه وسلم حويصة ومحيصة، فقام الأصغر منهما يتكلم، فقال الرسول: كبر كبر، يعني الكبير هو الذي يتكلم. فإذا أنت جعلت الصغير يتكلم ظلمت الكبير، ظلمت الكبير. أيضا واحد عن يمينك أتى بالحديث، واحد عن شمالك شربت، ناولت الذي عن الشمال ظلمت الذي
عن اليمين، فلذلك النبي أتي بشراب، وبجواره أشياخ، عن يساره أشياخ، وعن يمينه غلام. فلو كان سائغا أن يسقي الشيوخ كبار السن قبل الصغير لفعل، لكنه استأذن الغلام: يا غلام أتأذن لي؟ أتأذن لي؟ رسول الله يقوله: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء أعمامك؟ قال: لا أذن يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحد، أنا أحب أن أشرب وراءك. فناوله النبي عليه الصلاة والسلام الشراب فشرب. فمصير أن من المظالم أن تعطي الذي عن اليمين عن اليسار قبل الذي عن اليمين. فإذا كان هذا الأمر، وأتى بأحاديث كثيرة على هذا الغرار، منها مثلا حديث الرسول عليه السلام: لا يمنعن جار جارا أن يغرس خشبة في جداره. أبو هريرة حدث هذا الحديث عن رسول الله، والناس مستغربها، يعني جاري يريد أن يدق خشبة يسند بها جداره، يدقها في جداري. فأبو هريرة حدث بهذا الحديث عن رسول الله، فكان الناس يعني مستغربين: كيف يعني أجبر على أن أجعل جاري يغرس خشبة في جداري؟ فقال أبو هريرة: والله لأرمين بها بين أكتفكم إن كرهتم وإن كرهتم. سأقول الحديث وأنتم بعد ذلك تنفذوا أو لا تنفذوا، أنا أديت الذي علي. فأوردها البخاري مصيرا منه، لأنه يرى أنك إذا منعت الجار من أن يغرس خشبة في جدارك تكون قد ظلمت الجار، تكون قد ظلمت الجار. فهذا كل ما يسميه العلماء التنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى. إذا كان الشيء اليسير كهذا ستسأل عنه، ستسأل عن الشيء اليسير، إذن ستسأل عن الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض، شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. الذي يظلم شبر، فما ظنك بالذي يأخذ فدان أرض كامل؟ الناس وضع أيديها على أراضي الأوقاف الآن، ناس كثيرون وضع أيديهم على أراضي الأوقاف. أنا أوقفت مثلا فدان لله، واحد يجي وكتبت الأوقاف، يأتي واحد يضع يده على أرض الأوقاف ويبدأ يخطط ويبيع، وهي أرض أوقاف ليست من حقه. فإذا كان الذي أخذ شبرا بغير حقه سيسأل، فما بالك بالذي أخذ فدان بغير حقه وعشرة أفدنة بغير حقه، وجلس يقسم ويبيع ويعمل مخططات ويأكل أموال الناس بالباطل، كيف سيأتي يوم القيامة حاملا لهذه في رقبته؟ كيف سيأتي؟ كذلك الناس استحلوا الحرام بناء على القوانين الباطلة. واحد يستأجر، واحد مستأجر قديم من أيام ثورة ابن عبد الناصر، مستأجر قديم لشقة، مستأجر ستدفع الإيجار، وإذا قلت لك اخرج تخرج، أنا أريد أزوج ابني. جاءت القوانين الباطلة تقول لا يخرج إلا بإذن نفسه. طيب يا أرضي، هو منزلي. فبدأ الناس يتمسكون بالقوانين الباطلة، وجهلوا أن قضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطته له قطعة من النار إن شاء قبله وإن شاء رده. فلا تظن أن قضاء القاضي أحل لك الحرام ولا حرم عليك الحلال، ولا تظن أنك نجوت بقضاء القاضي لك، لا والله، أنت والقاضي ستسألان، أنت ستسأل وخصمك سيسأل والقاضي نفسه سيسأل يوم الدين، سيسأل يوم الدين. فالمظالم عامة أيها الإخوة، كل سيؤدي المظلمة التي ظلمها يوم القيامة. زوج ظلمت زوجتك، زوجة ظلمت زوجها، جار ظلم جاره، يعني حقوق ستؤدى أنت لا تشعر. شخص رد سلمت عليه، قلت السلام عليكم، لم يرد عليك، سيسأل يوم القيامة: لماذا ظلمت أخاك ولم ترد السلام؟ وقد قلت في كتاب الكريم، قد قال الله في كتاب الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها.
فستسأل عن حقوق العباد يوم القيامة، الشهادات ستسأل عنها. إذا ذهبت تشهد شهادة الزور في المحكمة أنت من أشد الظالمين يا شاهد الزور. فكل شيء ستسألون عنه يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحن الشاة القرناء. لا تظن أنك استعمل حسنات فقط ولن تحاسب على المظالم. في ناس تعمل حسنات كثير، كل سنة حج وعمر، كل سنة صدقات وزكوات وشنط رمضان، ولكن ظلم للعباد. يأخذون أموال اليتامى يقول لك أعمل 20 شنطة من شنط رمضان ووزعها الفقراء تباهيا أمام الناس حتى تخرس ألسن الناس، ويقول لا فلان متصدق محسن، فلان متصدق محسن. فهذا شأنه كما قال القائل: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي. واحدة تزني وتقول أنا أتصدق كل سنة وأعمل شنة رمضان، كل هذا باطل. احرصوا على عدم ظلم العباد، احرصوا على عدم ظلم العباد، فإن هذا ديوان أهمله الناس ووقع الناس فيه لقلة إيمانهم باليوم الآخر. الغشاشون كثيرون جدا في كل أبواب الآن، أبواب الصناعات، غشاش يأتي بسلعة مصنوعة في دولة في الصين ويكتب عليه وعنده الختم جاهز made in Germany أو made in Europa أو made in كذا، يغش ويدلس. يأتي بكل الغش انتشر، الغش انتشر. ومن المظالم مثلا يأتي بسلعة قرفة مثلا تركي تختلف عن القرفة الحبشي، تختلف عن القرفة الكندي، واحدة منهم سعرها 10 أضعاف الأخرى، يخلط كما يشاء. يبيع الآخر البن، يأتي بنوى التمر يطحنه ويدسه في البلد. اشترينا 5 طن بطاطس لتوزيعها على الفقراء، فإذا بالأكياس فيها ما يقارب كل كيس في 5 طن بطاطس في حوالي 100 كيلو رمل. تعاد بيقول لك هذا مستخرج ونحن نغرف البط. صورة الغش انتشرت. لا يظن الطبيب الذي لا يفهم، وجاءه المريض وهو لم يكتشف العلة. يعني أحيانا مريض يذهب إلى طبيب، مريض يذهب إلى طبيب، الطبيب لم يفهم الداء ولكن يستحي، يريد أن يستحل المال بالباطل قيمة الكشف، فيكتب روشتة، يكتب توصيف اللي يسمى روشتة دواء كذا وكذا وكذا على غير علم بالمرض، فيزيد المريض رهقا تعبا، يأخذ دواء ليس في محله ويغرم من ماله ويغرم الكشف. وكان الأولى له أن يقول لي: أبني أنا لم أكتشف هذا المرض، اذهب إلى الطبيب الفلان المختص. لكن لا، أكل أموال الناس بالباطل ووصفة بلا علم ستسأل عنها يوم القيامة. يا إخوة، كل ظالم سيؤدي ما عليه يوم لقاء الله تعالى، ولا ينجو العلماء من ذلك. إذا العالم أفتى بغير علم، أفتى بغير علم، قد الأفتى بغير علم سيضل الناس أيضا، وهذا أشد وأنكى، أن تسأل فتفتي بغير علم، هذا إضلال لخلق الله كذلك، وستسأل عن هذا الإضلال. هان شاب من الشباب الجدد كان مستقيما وأتاه الله أسلوبا، فبسرعة أصبح واعظا مؤثرا، أصبح واعظا مؤثرا ويدخل عليه بالملايين من الناس، فيسأل أسئلة على أنه شيخ كبير ويتكلم، أو يسأل أسئلة تحتاج إلى تدقيق شديد في الإجابة، هو لا يعرف، يستحي أن يقول لا أعلم، فيفتي كما تأتي، تصيب تخيب، ما عنده مشكلة، فيضل أقواما، سيتحمل نتيجة إضلاله لخلق الله سبحانه وتعالى. هكذا في كل الأبواب. احذروا أيها الإخوة والأخوات ظلم العباد، احذروا. إذا كنت أنت ستسأل عن التفريق بين أولادك في العطاءات، قال الرسول عليه السلام لما جاءته عمرو بنت رواحة مع زوجها بشير، يقولان: يا رسول الله، إن وهبنا ابننا هذا النعمان نحلة، يعني هبة، أعطيناه هبة، جئنا نشهدك يا رسول الله، لم تطب أنفسنا أو نفوسنا إلا أن تشهد عليها يا رسول الله. قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ارجع فإني لأشهد على جور. فإذا كنت أيضا
ستفرق في المعاملات حيث لا داعي للتفرقة ولا سبب للهبة، حينئذ للتفضيل فيها، فستسأل يوم القيامة عن ظلمك لأولادك وظلمك لبناتك، ستسأل عن ظلمك لأولادك. كذا الذي يأتي عند موته وله بنت واحدة، البنت الواحدة الآن نصف التركة، معك مليون لها 500,000، فيأتي يريد أن ينشأ إخوانه من الميراث وأخواته، تقول كيف أنا أجمع المال وبنتي تأخذ نصفه وإخواني يأخذون النصف؟ يا أخي قسمة الله. فيأتي يعمل حيلة ويعطي المال كله للبنت، أو يكتب لها الشقة كلها، يكتب لها المنزل كله. يا أخي طيب أبوك أمك إخوانك أخواتك أرحامك لهم حقوق في هذا، البنت لها النصف، يأبى إلا أن يعدل ويعترض على حكم الله ويجعل التركة كلها لابنته، فهذا أيضا ظالم. فالذين يتلاعبون بالميراث والذين يتلاعبون بأموال اليتامى ظلما، والذين يتلاعبون بأموال المستثمرين لأموالهم معهم، والذين يتلاعبون بحقوق الجيران، والذين يتلاعبون بالحق العام للدولة أيضا من أراضي ليست لهم فيضعون أيديهم عليها، من تعديات على الطرق، كل هؤلاء سيسألوه. أيها الإخوة أرجع فأذكر بقول الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فكل يحافظ على نفسه ويكون حذرا من أموال الناس، حذرا من أموال الناس، ويكون حذرا من النميمة التي استجازها الناس، تنقل كلام لفلان فلان لفلان على سبيل النميمة، كبيرة من الكبائر وأنت لا تشعر. انتبهوا لدينكم، إنكم مسؤولون بين يدي ربكم، فلن نسألن الذين أرسل إليهم ولن نسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.